السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم راشد من قناة راشد جيمينج، واليوم جاي لكم بمقطع فيديو خرافي، مقطع فيديو مختلف عن مقاطع الفيديو اللي بنزلها. طبعا زي ما انتم شايفين اليوم كنت بتصفح السناب شات فوقعت على السناب تبع باري. صراحة قلت خليني افتح ونشوف شو منزل باري تيوب، لقيته منزل صورة على مقطع فيديو اسمه I am acid. طبعا زي ما انتم شايفين المقطع جاي بالاول على الترندنج، مقطع ما في منه اي مغزى، ربع مليون مشاهدة وماخد الأول على الترندينج. الصراحة أنا ماني عارف ليش اليوتيوب حاطينه الأول على الترندينج، يعني شو المواصفات، شو الإشي اللي فيه اللي يخلي يوتيوب يحطوه المقطع الأول على الترندينج. صراحة اليوتيوب خربان آخر فترة، أشياء مقاطع فيديو ما بتستاهل إنه تجيب 10 مشاهدات وفي الآخر بنلاقيهم ترندينج وبنلاقيهم ربع مليون مشاهدة وبنلاقيهم مش عارف إيش. طبعا أنا من حديث ما شفته قلت خليني افتح اليوتيوب، كتبت I am أسيل اسم المقطع لحتى نشوف شو المقطع هذا اللي بده يعجبنا كتير اللي اليوتيوب حاطينه الاول على الترندينج. طبعا اول ما دخلت المقطع شفت المقطع لقيت زر اللايكات مخفي، طبعا معروف انه لما ينخفي زر اللايكات بكون ديسلايكات اكتر من لايكات. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو بدون اي معنى، حتى العنوان انت ايش متوقع من عنوان اسم، يعني انه الواحد بيعرف عن نفسه. صراحة ما نلاقي أي فائدة من الفيديو هذا، وقعدت يوم كان من حديد ما نزلوه أنا بتفرج فيه بحاول أستنتج بحاول أطلع فائدة واحدة منه بس ما لقيت أي فائدة، واليوتيوب حاطينه مقطع الأول بالترندينج. طبعا أنا من أول ما حطوا المقطع الأول بالترندينج وأنا غاسل إيدي من اليوتيوب. طبعا كل الفيديو هذا كوم والتعليقات كوم تاني، زي ما تشايفين كاتبين تعليق السفور والتبرج، تعليق تاني من يوم واصل ترند وانا غاسل يدي من يوتيوب. صراحة صايرة هرجة باليوتيوب اخر فترة، واللي كاتبين معلقين على اللايكات والديسلايكات واشياء تانية الصراحة. فهي الفيديو، حتى انتو لو بدكو اكتبوا ايام اسيل وشوفوا الفيديو ما راح تلاقوا منه اي فايدة، وخلينا احنا زي دايما نحط الديسلايك، الزر الخرافي احلى زر في اليوتيوب. طيب بس هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. بيس اوت.